الدورة البابية الكبدية. يسير الدم من الأمعاء يروح إلى الوريد البابي الكبدي، إنه بيروح للكبد. يتم هنا تنظيم المواد، نسبة المواد الغذائية في الدم، يعني يخزن مواد أو يسحب مواد إذا الإنسان ما ماكلها أو محتاجها مخزونة بالكبد، إنه بيروح إلى الوريد الكبدي. بعدها يصب لنا بالوريد الأجوف في الأسفل، إنه بيصب بالقلب. إذن يحمل الوريد البابي الكبدي الدم من الأمعاء يوديه للكبد. يتم هنا بداخل الكبد تنظيم نسبة المواد الغذائية في الدم، إنه بيروح الوريد الكبدي، صب لنا بالوريد الأجوف الأسفل، إنه بالقلب.